الله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. بعد ما تكلمنا عن اللوجيكال أند أوبريتور في اللوجيكال أوبريتورز، هنتكلم إن شاء الله بإذن الله عن اللوجيكال أوبريتور الثاني اللي هو بيكون اللوجيكال أوبريتور أور. لو أنا عندي اثنين إكسبريشن بربط ما بينهم بالاثنين بالخطين الأفقين دولت يا جماعة، الخطين الرئيسيين دول الإكسبريشن الأولاني والإكسبريشن الثاني، النتيجة بتكون في الغالب هو thus when you use the boolean values ده بيرجع لي true if either operand is true، بيرجع لي القيمة true إذا كانت واحدة من ضمن الأوبيرانس، يعني واحدة من ضمن الإكسبريشنز اللي بيربط ما بينهم true. لو واحدة true هيرجع لي القيمة true. تمام اوكي، زي ايه بالظبط؟ زي لما كنا بنحكي في موضوع اثنين الاثنين اند اوبريتور، كنا بنقول مثلا البوابه اور او الجيت اور، لما بتربط ما بين اثنين اوبريتورز في حاله وجود قيمه من ضمن الاوبريتورز ترو، فده معناه ايه؟ ما تبصش على ايه، على الباقي، لان كده كده الناتج بيكون عباره عن ترو طالما في احتمال بس ان احدى القيم بتاعت الانبوتس ترو، فالناتج بيكون عباره عن ترو. نفس لو كانوا الاثنين ترو الناتج برضه بيكون عباره عن ترو. الحاله الوحيده اللي بيكون فيها فولس انه ما يكونش فيه في الانبوتس خالص اي قيم ترو، فبالتالي هيرجع لي القيمه فولس. هو بيحاول يديلك او هو بيحاول يمثل على الجانب ده، بيقول لك مثلا ترو اورد مع ترو بيديك ترو، فولس اورد مع ترو هيديك ترو لان في قيمه ترو، ترو اورد مع فولس هيديك ترو لان في قيمه ترو، فولس اورد مع هل الاكسبريشن ده بيسال هل الثلاثه بتساوي الاربعه، انت عرفت ان ده مش ده ده ماشي، فده الثلاثه مش بتساوي الاربعه ده معناها فولس، ففولس اند اورد مع فولس هيرجع لك ايه؟ اول قيمه في البوابه اللي هي بتكون عباره عن زيرو اللي هي فولس اقصد يعني. وهكذا بالنسبه لبقيه الامثله. هذا ممثل لي بنان بوليان بقى، مستخدم فولس وكات، ومره مستخدم كات وفولس، ومره مستخدم ال يعني القيمه ما فيهاش شيء، يعني دبل كوتس فاضيه وفولس، وفولس مع الكوتس الفاضيه او غيرها من النقط دي. ده بالنسبه للوجيكال اوبريتور اور ايشو. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.